تعور ابزار بقى الخشب. من هنا زهر الخشب. دي كانت بدايه الخشب. دي كانت البدايات بقى. خدوا الخشب بقى. عم شكشك. ايه يا حبيبي؟ اهلا. وزيتنا القمر. ازيك يا عم شكشك؟ جاك قمر. تروحوا تجيب السلامه يا عم شكشك. الله يسلمك يا تيعب. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، وشك منور. ما لا، انا لسه مركب ستايتر. حبيبي يا عم شكشك، بقول لك ايه؟ نعم. بصي عامله لك ايه بايدي؟ ايه ده؟ ماسكه زبادي. طب ما فيش رغيف عيش؟ ايه يا عم شكشك، هو كل حاجه هتاكلها؟ ما بقى معايا فلوس خلاص، مش محتاج ماسكات. ده انا رايح اعمل بوتوكس. خلاص عندي دي، انا عارفه الدكتور شاطر جدا، هاخدك عنده. طب ما تاخديني في بريسيليوم. ايه؟ اطعم يعني واحسن. افكر. حبيبي انت فكر براحتك، انا مش مستعجل. باي يا عم شكشك. باي يا بنتي دي. اوف، بس ما تفكرناش بقى. عم شكشك اهلا. تموين الشهر كله يا عم. ازيك يا اسطنبولي؟ حبيبي حبيبي يا كل ده، انا عايش لوحدي يا اسطنبولي. رايحه بيت اخويا برضه. بس والله لا تاخد الفيلا. لا وصلت يا عم شكشك. عليا يا عم شكشك. اسمع اسمعني بس انت. ايه عايزك في مصلحه حلوه كده. مصلحتي قول لي. نعمل هايبر. ليه؟ طب ما نعمل لك بقاله كبيره. ما هي البقاله الكبيره زي هايبر بالظبط يا عم شكشك. سوبر ماركو. ايوه. ولا نعمل لك هايبر بقى؟ عايز تعمل هايبر ماشي، ولا بقالة حلوة؟ طب ما بقالة حلوة ماشي. بقالة حلوة. انا عندي فكرة حلوة. ايه؟ احنا نعمل بقالة لازقة في السوبر ماركو في قلب الهايبر من جوه. الله الله عليك يا عم شكشك، ادي دماغ البيزنس. ايوه، وبكده يبقى ضربنا تلات عصافير في وشهم. مية مية يا عم شكشك. حبيبي يا اسطنبولي. حبيبي انت بقى مش غريب، اطلع انت بقى، طلع الحاجات دي فوق. عينيا خدامك يا عم شكشك. لا ما فيش، يضرب باب برجلك وفي وش بيت اخوك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي. بحلم وحلم بسيط، مش كتر مال ولا صيت، بحلم اكون نفسي. الواد ده ممحون قوي، ممحون وطيب. نفسي اعمل حمص الشام بس في كنز. طب ما تعمل سحلب فتله، وده جديد ومحدش عمله. حلو ده، ادام هنكلف ماشي. نكلف، انا ارمي معاك فلوس، ارمي عادي. عارف اسميه ايه؟ ايه؟ حلبسه. ولسه ولسه ايه؟ لسه اللي جاي احلى ان شاء الله يا حبيبي. مش بقول لك الواد ده جميل كده، في حاجه غريبه. وبعدين هيعمله بنكهات. بطل قله ادب بقى. لا فليفر يعني. اوكي، يعني بصل، مشروم، اطراف سوسيس. يا ابني اطراف، انت محتاج اطراف صناعيه. اجري بس روح اتعالج الاول، مش عارف ايه. تروح وتيجي بالسلامة يا عم شكشك. خلاص كفايه راغي بقى، ما توجعوش دماغ الباشا. مع السلامه. والله العظيم حد يعمل لي باي باي. ايه انت بس؟ انت اللي مشنقني من الصبح. ايوه يا عم شكشك. في انت اللي مشنقني من الصبح؟ يلا بربش. يا عم شكشك، ما انا معاك من الصبح، ده احنا فطرانين سوا. بتفطر ليه معايا؟ انت بتخلص لي الفطار ليه انت؟ ده امي اللي بعتهاني. امك فكرتني بامك يا امك. كانت ايام يا ابني. لا ما حكيت لي كده، انا زهقت من حكاياتكم. امك حكيت لك ازاي الحاجات دي؟ ما بتتحكيش. لا يعني. حكيت لي، بس انا بقى في حكايه عايز اعرفها. ايه يا حبيبي؟ ايه حكايه بقى اليوم اللي ابويا قفشكم فيه ده؟ ده ابوك طلع طيب ولا عمل حاجه.